شارك ريفر البياع، ومنو حجية؟ أنا أم حسين. أم حسين، أم حسين ممكن تشرحينا شنو حالك، شنو هذا البيت اللي قاعدة بيه؟ والله هذا حالي، هذا بيت مفتح وهيكل وظروفه مساعي، وأنا مريضة، عندي غدة، عندي انزلاق، عندي سوفان، خفقان بقلبي. زوجك شلون توفى؟ زوجي جاي يصلح السيارة لأخو، وسيارة بنزين، اجى عود يريد يطفيه، يذب علي ما يذب علي بنزين. لا لا وحرقه. كم يتيم برعايتك حاليا؟ عندي 5، انا السادسة، 6 نفرات. تمام. اهل الخير يسمعون نداءك، شنو احتياجك؟ والله طباخي تعبان، ماكل تجريدية والفيران، غسالتي تعبانة، يرحمني يعطيني مبردة، وهذا انا هيكل، وانا خيتكم ومريضة، وأريد المساعدة من الله ومن يمكم. زين، عدك أم حسين فد مبلغ يعني راتب تقاعدي، راتب رعاية، شنو؟ لا والله ما عدي، هو هذا راتبي. ايش تشتغلين انتي حجية؟ أنا اشتغل بالعاملة. وين؟ 300. وين عاملة؟ بالمدرسة. عاملة خدمة يعني؟ ايه. بالمدرسة 300 تكفيك حجية؟ لا ما تكفى، خلف الله على أهل الرحم، عايشة على الصدقات. إن شاء الله نوصل صوتك إحنا ونساعدك باللي نقدر عليه. تكرم الصحة والعافية.